شو يا بنتي؟ موافقة على أنه اليوزباجي نشأة يكون جوزك؟ موافقة شيخي، موافقة. بدي اسمعها منها يا شاويش فكري. حاضر، قلي له يا بي، قلي له أنك موافقة. لك فتحية احكي شبك، شو لسانك أكله القط؟ شو يا بنتي، ليش ما تحكي؟ لك احكي. موافقة سيدي الشيخ، موافقة. كمان أنت بدك تتجوزي يا أم تحسين؟ لا يو شو اتجوز؟ يعني بعد الكبرة جبة حمراء؟ ليش يا أم تحسين شو فيها؟ والرسول اللهم صل عليه قال إذا أتاكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. بقى شو رأيك يا أم تحسين؟ بشو يا شيخي؟ ومين هو العريس؟ أنا يا أم تحسين، أنا تعرفي من فترة منيحة وأنا عزابي وما عندي مرأة بعد وفاة المرحومة. خلصنا شيخي، انت ايش عايز تكتب كتاب ولا ايش عايز تتجوز؟ شو فيها يا حضرة الشاويش؟ شو فيها؟ بنقول لك اجروا الثواب. بقى شو قلتي يا ام تحسين؟ بفكر، اعطيني وقت حتى افكر. فكري وعلى مهلك وخذي وقتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك وين رايح؟ على البيت يا شاويش فكري. لك اخي نسيت انك جاي تكتب كتاب؟ اي والله نسيت. ان شاء الله ما تاخذنا، خلينا يا فتحيه قلي له للشيخ انك موافقه. موافقه يا ابي، موافقه. على بركه الله. شفت؟ شرف حضرته، خلصنا. الف مبروك يا جماعه. الله يبارك فيك يا شيخي. خلينا يا الله يبارك فيك يا شيخي. شرف عمي. الله يسلم هديات عمي. مبروك يا عبد الله. لا 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 مبروك يا عبد الله. ان شاء الله مبروك يا حبيب الشاوي. الله يبارك فيك. الف مبروك يا نشأة افندي، ان شاء الله بالرفاه والبنين. الله يبارك فيك يا فخور. مبروك نشأة افندي. الله يبارك لنا فيك يا مختار. مبروك يا شاويش فكري. عبال عنكم مختار. مبروك حضرة اليوسفاشي. الله يبارك فيك يا فارس. مبروك أخي فكري. الله يبارك فيك أخي فارس، عبال عنكم إن شاء الله. وين المحلي صهري؟ ما بدك تحلينا؟ ولو يا خال، حضرتوا حضر واجبكم. تفضلوا تفضلوا على المحلي. يلا تفضلوا. أهلا تفضلوا. أنا عم تجعل هاي؟ هاي نشأة أفندي، في كلمتين بدنا نحكيهم مع بعض. تفضلي يا حماتي، تفضلي. صحيح أنت كتبت كتابك على بنتي، بس أنا قصة الخطبة ما بحبها تطول أبداً أبداً، يعني رايح جاي مثل مكوك الحايل، هذا الحكي ما بيمشي معنا الله يرضى عليك. إيه ولو مرت عمي، إن شاء الله بإذن الله ما بتطول. مثل ما بدك حمادي. ايه خلصنا، يلي ببيت اهله على مهله، ليش مستعجلين؟ سمعنا فكري. حاضر. بقى يا نشأة افندي، نحن حريم بهذا البيت، وطبعا يعني ما بيهون عليك حدا يجيب معدلنا بالعاطل. اعوذ بالله يا مرت عمي، يلي بيجيب معدلكم بالعاطل بدي سرقله على القلعه وخلي عمي الشاويش بايده يرفعه فلقى ينسيه حريم امه، مو هيك عمي؟ بلو لا توصي عريس. ما شاء الله عليك بتغزل غزل، بس مو طالع من امرك شيء. اسمعنا شقات. امرك مرت عمي. انا اللي عندي قلته، معك شهر وبتنهي لي موضوع الجوازه. يا مو والله شهر قليل، بعدين بيقولوا احلى ايام هي ايام الخطبه، مو هيك نشوقتي؟ لك يحلى وبرك الهي، خرسي ولين، لما انا بحكي انت بتسكتي، اي انا وابوكي لما تجوزنا ما خطبنا غير يومين. بلا لا لا ما عمي على قلبي. شو قصدك فكري؟ قصدي كنت داير فيك دوبان. ايوه فكرت. ايه نشأة افندي شو قلت؟ ما في بعد كلامك كلام مرت عمي، انت تاج راسي واللي بتقوليه بيصير، مو هيك فكرتي؟ بلا نشوقتي. ايه الله يرضى عليك الهي، بس معلش يعني هي نشوقتي وفتوحتي خففوا لي اياها شوي، ما حلوه. مشعل؟ ما بدنا نعمل مشاكل هون، فهمان؟ والا ابو شكور
تنزل هلا فورا على القاوش بتحلق لكل المساجين، كل واحد بتحلق له شعره ودقنه، بترجع فورا بتحاسبني هون. اجل يا اخي اليوم اجل لك يا ماني فاضي. مالك فاضي ولا طفطفت جيابك بالعمله؟ ماشي يا ابو شكور، نسيت لما اجيتني وترجيتني كنت رح تبوس ايدي مشان تحلق للمساجين، وقتها قلت لك اهلا وسهلا، هلا عم تتخلى عني يا ابو شكور. هذا كان يا مكان بقديم الزمان، كان يا مكان بقديم الزمان رح تعمل لي اياها قصة ألف ليلة وليلة. ماشي يا ابو شكور، انا رح ارجعك لايام زمان، انا رح احكي مع الباشا خليه يرجعك على دكان زمان. لا دخيلك دخيلك، اللي بدك يا بيصير خلاص. إيه؟ بدك يعني انزل احلى للمساجين؟ لح انزل احلى للمساجين. ماشي يا ابو شكور الحرامي ماشي، انا بورجيك، مضطر اتحملك لاني بدي عمله، خاف حق ما تخانهم تزعل مني. عمي انت بتعرف انه انا مالي رضيان بنوب على الشيء اللي عم يساوي اخوك فارس، مالي رضيان ابدا. والله يا صهري كل واحد بيعمل باصله. والله عم تحكي مزبوط يا حماتي، اذا جيتي علي انا ايه بدي اقبض عليه واعمل له اللازم، بس المشكله انه الكلام اللي عم يحكيه قانونا ما له حق فيه. اي لا حقه ولا شيء صهري، بس هو يستغل قصه الوصيه لحتى يلهف كل شيء، ما بكفي حط ايده على الحمام والدكاكين والملكانات، كمان بده يشلحنا البيت اللي ساترنا العمى بقلبه. الضربة اللي تخلع الرقبة شيتو عم يطلع ببالي، روح اشحطه على الكراكون واعمل له اللازم. لك معقولة لكان يزعل حماتي وكرمال عيون فتحية انا هلا هلا رايح اشحطه وزته بالكراكون. لك عود كل شي حكيت معك كلمتين فورا اتنبرت، بعدين رسلنا فارس اخي انا بحل مشكلتي معه، انت ما دخلك. لكان عمي فكري ما بصير انا اقعد هيك مكتوف الايدين، يعني معي هالقرشين هدول، تفضل يا ريت تقبلهم مني. شو هدول نشأة صهري؟ عمي فكري هدول كم قرش أنا كنت مصمدهم مشان جهاز فتحية، عمل لك هاريت تقبلهم مني يعني بحسب تسند خابية. لا يا صهري، بدك تعطينا مصاري جهاز فتحية؟ والله يا مرت عمي في شيء أهم مو هيك فتحية؟ مزبوط كلامك ابن عمي، تقبر قلبي شو منشب. لك أنا بعجبك. ايه رجع مصرياتك لجيبتك صهري، أنا رح أطلب من خالي أبو رشيد وما بتخيل إنه يخيبني، وعلى كل حال وقفتك هي ما بنسالك إياها. ولو يا مرت عمي نحن صرنا أهل. أي والله وأعز لك. هلك تقبر قلبي، الرجال بتبين وقت الزنقات، الله حيو. لك يقبشني أنا. مشعر خليك معي. محتار أنا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش، وحدي تزعل من وحدي ترضى بكلمة معليش، خربوا عمري وسنيني حريم.